تحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا تحديات كتير بتقابل لعيبة النادي الأهلي، حفاظ على اللقب الأفريقي يعني، واحنا في الطريق إلى تونس لمواجهة فريق الترجي التونسي وعلى متن الطائرة. سعيدنا أن يكون معنا واحد من أبناء النادي الأهلي وكباتن النادي الأهلي. كابتن سعد، تحديات كتيرة وضغوطات كتيرة وصعوبات كتيرة، لكن دايما بيبقى رهاننا على شخصية لعيبة النادي الأهلي، حفاظ على اللقب الافريقي، الحفاظ على اسمه وقيمته ومكانه النادي الاهلي. اكيد تحديات كتير قدامكم قبل مواجهه الترجي في المباراه الاولى. يعني ان شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله ربنا يكرمنا في رحلتنا وتبقى رحله موفقه ونرجع فيها بنتيجه ايجابيه ونحقق الهدف اللي احنا عايزين نحققه ان شاء الله باذن الله. ماتش كبير بين فرقتين كبار اسمهم كبير في افريقيا، النادي الاهلي ونادي الترجي، واحنا طبعا عارفين قوه نادي الترجي وقيمته، نحترمه بشكل كبير. لكن في الاول وفي الاخر النادي الاهلي هدفنا دايما البطوله، وهدفنا دايما ان شاء الله الوصول للمباراه النهائيه وان احنا نحصد اللقب ان شاء الله. وجودنا في قبل النهائي العام الثاني على التوالي فدي حاجه كبيره، لكن في الاول وفي الاخر النادي الاهلي بيبص للبطوله، فان شاء الله باذن الله تبقى هو ده الهدف، وهي دي ان شاء الله النتيجه اللي نحققها، ان احنا ان شاء الله نجيب اللقب العاشر باذن الله. كابتن سعدي، في نقطة أنا عايز أتكلم فيها بالتحديد، وأوضة اللبس، ويعني دايما إنجازات وبطولات النادي الأهلي بتبدأ من أوضة اللبس. شوف دورك مع دور الكابتن وليد سليمان، مع أيمن أشرف، مع الشناوي، مع اللعيبة الكبار، مع رامي ربيع، مع كل اللاعبين، أعتقد ده دور مهم جدا، وهي من أوضة اللبس هي بداية الوصول للبطولة. والله يعني يا فاروق، الحمد لله يمكن السنة اللي فاتت والسنة دي ربنا كرمنا ببطولة أفريقيا وتقريبا 5 بطولات لحد دلوقتي، ف الحمد لله ماشيين بشكل كويس. اوضه اللبس في النادي الاهلي دايما هي محتاجه اللي انت اتعلمته بتطبقه، يعني سواء احنا كلعيبه ابتدينا في الناشئين وطلعنا الفريق الاول وتعلمنا من اللعيبه الكبيره اللي قبلنا، هو بيبقى في ثوابت موجوده في النادي الاهلي وفي خطوط محطوطه في النادي الاهلي، سواء اللعيب الصغير المسؤول اي حد بيمشي على الخطوط بيمشي على الثوابت دي وبيطبقها، فانت مش بتخترع حاجه جديده، بتطبق اللي انت اتعلمته في النادي، سواء من المدير الكوره بتاعك، سواء من المدرب بتاعك، سواء من الكباتن او اللعيبه الكبيره اللي انت عصرتهم في النادي. فالواحد الحمد لله طلع هو ناشئ ودلوقتي موجود ككابتن من كبات الفرقه مع الشناوي وايمن اشرف والكابتن وليد سليمان. الحمد لله يعني ده دورنا، ان احنا نحاول تلم لعيبتك دايما، بتحاول ان انت توفر لعيبتك احسن حاجه، بجانب ان انت اكيد نفسك تبقى موجود في الملعب ونفسك تشارك ونفسك تبقى موجود مع زمايلك، لكن في الاول وفي الاخر المشاركه وجهه نظر فنيه للمدير الفني كلنا بنحترمها، وانت لازم تبقى مثال للعيبه ان انت تتقبل اي قرار من المدير الفني او مدير الكوره ومن اي مسؤول جوه النادي، ده اللي احنا اتعلمناه. وتفكر رقم واحد الفرقه، اهم حاجه الفرقه، اهم حاجه النادي يكسب، اهم حاجه المسيره تفضل ماشيه بشكل كويس، ان انت ما بفكرش في نفسك او ما ينفعش اي لعيب يفكر في نفسه، لازم يفكر في اسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي والمنظومه اللي انت شغال فيها. فالحمد لله ربنا كرمنا برضو بلعيبه كلها متميزه على مستوى السلوك او على مستوى الفنيات، ف يعني في توليفه كويسه ان شاء الله. انا قلت لهم السنه اللي فاتت او كنا بنتكلم في اجتماعاتنا، اللقب اللي احنا هناخده ده هيبقى ان شاء الله مفتاح لينا لالقاب كتير ناخدها السنين الجايه، لان المجموعه دي كانت محتاجه ناخد بطوله افريقيا، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق اللقب العام الثاني والثالث، ويبقى الفتره الجايه ان شاء الله كلها بطولات. يعني كابتن سعد، انت يعني من كلامك قلت نقطه مهمه جدا، انت لازم تفكر في النادي الاهلي ما تفكرش في نفسك، واعتقد ان هي دي اللي يعني بتتوارث اجيال النادي الاهلي، وهي دي بتكون يعني القاعده الاولى للوصول للبطوله. طبعا انت فرقه، نادي زي النادي الاهلي نادي كبير ونادي يعني زي ما بيقولوا نادي الشعب ونادي نادي الناس كلها، النادي الجمهور كله في مصر او معظم الغالبيه اهلاويه بيحبوا النادي، نفسهم يشوفوا النادي يكسب، عندك جمهور في كل مكان، جمهور كبير، فمن الانانيه ان انت تبقى عندك اهداف شخصيه وان انت تسيب الاهداف الجماعيه، الاهداف الجماعيه تتمثل النادي يكسب، النادي ياخد بطوله، النادي على طول يبقى رقم واحد. دايما اللي بيخرج عن الصف يعني صعب ان هو تلحق تكمل مع زمايلك، فدايما احنا بنتكلم مع بعض كلعيبه وبنفكر بعض، الفرقه ثم الفرقه ثم الفرقه، البطولة سواء دوري سواء كاس سواء افريقيا، فهو ده الهدف. يعني زي ما انا بقول لك، ودي مش حاجات جديدة، بالعكس ده اللي اتعلمناه من الاجيال اللي قبلنا واللي قبلنا واللي هيجي بعدك هيبقى نفس الكلام. يعني اعتقد يا كابتن سعد، من يعني وجود الكابتن الخطيب ايضا يعني ضمن هذه الكلام ده والروح ومدى تاثيره ان يكون موجود معاكم في اغلب الظروف في كل المواقف الصعبة، اعتقد بيدي اكتر من رسالة. الكابتن الخطيب يعني احنا شكرناه السفرية اللي فاتت
في بطولة السوبر وماتش سان داونز. يعني كنت انا والكابتن شناوي والكابتن وليد سليمان شكرناه بشكل خاص على تعبه وعلى تحمله على نفسه، لان احنا عارفين ان هو تعبان وان هو يقعد 12 يوم بره مصر متحمل على نفسه في الظروف الصحيه، وان هو دايما بيبقى موجود مع الفرقه. وهو دايما وجود الكابتن الخطيب برساله لينا، رساله ان رئيس المنظومه او ال 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 يعني الكبير بتاع العيله كلها، العيله الاهلاويه موجود. فدي رساله ان انا معاكم وانا في ظهركم، انا في المكسب موجود، في الخساره موجود. فدي رساله للعيبه، وفيها برضو رساله ثقه واطمئنان ان احنا في سند وفي ظهر موجود لينا. ومفيش اكتر من اسطوره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب ان هو يبقى مساند لينا ومتواجد لينا معانا على طول، فاي لعيب مش هيبقى محتاج حاجه تاني. يعني المشهد اللي عملتوه في مباراه نهضة بركان على منصه التتويج، وان الجميع بيقلد الكابتن الخطيب الميداليه، مشهد ما شفناهوش في اي نادي في العالم، في النادي الاهلي بس. اعتقد ده بيدل برضو على دوركم ككباتن الفريق. وهل المشهد ده كان متفق عليه ولا نابع من القلب؟ يعني هو ما كانش متفق عليه، لكن بعد الماتش مباشره قبل استلام الميداليات، يعني كنت انا والكابتن وليد سليمان والكابتن شناوي فكرنا مع بعض عايزين نعمل حاجه للكابتن، نعبر له عن شكرنا او حبنا ليه وشكرنا على تعبه معانا الفتره اللي فاتت. فجات الفكره مننا احنا الثلاثه، والحمد لله ان ظهر طلعت من القلب فوصلت للناس كلها. يعني ويعني نكون وصلنا حاجه ولو بسيطه من حبنا للكابتن. يعني اخيرا يا كابتن سعد، عايز تقول لجماهير النادي الاهلي وتوعدهم بيه؟ بنشكر جمهور النادي الاهلي طبعا على الدعم وعلى المسانده الفتره اللي فاتت، و يعني زعلانين او حزنانين شويه ان هم مش موجودين معانا، نفسنا يكونوا موجودين معانا سواء في الماتشات اللي في مصر او الماتشات اللي بره مصر. كانوا دايما بيدونا دافع وبيدونا حافز، ودايما جمهور النادي الاهلي بيشرف لعيبته في اي مكان وبيبقى ظهر لينا وسند لينا فعلا. ان شاء الله الفتره الجايه نتمنى يكونوا موجودين معانا ويكونوا كالعاده سند وظهر لينا، وهم اللي بيفوقونا لو احنا نزلنا شويه، وهم اللي بيشيلونا فوق الراس لو بنجيب بطولات. لكن في الاول وفي الاخر انا دايما بقول كلمه، الجمهور هو العنصر الوحيد اللي في المنظومه مش مستفيد بحاجه الا حبه للمكان وحبه للنادي الاهلي. فبنشكرهم وبقول لهم انتوا اعظم جمهور في العالم، وان شاء الله دايما انتوا رقم واحد زي ما النادي الاهلي رقم واحد.